أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية نقدمها لكم من قناة الأيام. مع استمرار التنافس السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، تظهر على السطح مواضيع يتم الجدل السياسي حولها، ومن بين هذه المواضيع في الآونة الأخيرة موضوع السجون الأمريكية وخاصة السجون الخاصة منها، وهو ما سوف نتحدث عنه في حلقة اليوم، فأهلا بكم. وفقاً لتقرير اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، فإن أعداد السجناء في السجون الخاصة الأمريكية ارتفع منذ العام 1990 وحتى العام 2009 بنسبة 1600%. وفقاً لتقرير لصحيفة جلوبال تايمز، تم وضع حوالي 116,000 سجين في السجون الخاصة، وهو ما يعادل 7% من العدد الكلي للسجناء في السجن الحكومي. وبالنظر إلى احتدام التنافس السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الانتخابات النصفية وإدارة البلاد في المجمل، يتم التطرق إلى هذا الموضوع ضمن الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية، وهو موضوع سوف نناقشه في حلقة اليوم مع ضيفينا في برنامج كل الحكاية، الأستاذة الجامعية والمحللة السياسية السيدة ليزا فيدراستون من نيويورك، وكذلك من نيويورك أيضا السيد دانيال لازار الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي. نبدأ معكم سيدة فيدراستون، لماذا برأيك هذه التقارير الداخلية خلال الفترة الماضية تم طرحها بهذا الشكل، وارتفاع عدد السجناء، يعني الحديث خلال عقدين عن ارتفاع بنسبة 1600%، هذه نسبة مرتفعة وهذا ما تحدثت عنه مواقع أمريكية مختلفة، كيف تعلقين على الموضوع؟ Yeah, it's a very so the increase in our prison population is a very نعم إنها مشكلة خطيرة للغاية، لذا فإن زيادة عدد نزلاء السجون لدينا هي قضية خطيرة للغاية. وعلى مر السنين شهدت الولايات المتحدة انخفاضا في قدرتنا وعلى مستويات عديدة في حكومتنا على رعاية الناس، وليس لدينا ما يكفي منهم. نحن لا نعتني بما يكفي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، لكننا لا نعالج اليأس الاقتصادي في مجتمعاتنا الذي غالبا ما يدفع الناس إلى المخدرات غير المشروعة والأنشطة الإجرامية. وإحدى العواقب كما تعلمون الجريمة، غالبا ما تكون الجريمة عنيفة، وقد تم الترويج للسجون كحل قاس للغاية وليس حلا على الإطلاق. توسيع السجون والشرطة لن يعالج أيا من الأسباب الجذرية للجريمة، ولن يجعل مجتمعنا أكثر أمانا، لكن هذا كان الحل اليميني لمجموعة واسعة من المشاكل الاجتماعية، وهو أمر مؤسف للغاية. سيد دانيال لازار، يعني أنتقل إليكم بهذا السؤال. هناك من يتحدث في الشارع الأمريكي عن أن الشركات التي تدير السجون الخاصة ووفقا لعقود مع الحكومة الأمريكية تحصل على أموال مقابل أعداد السجناء لديها. هل تتفق مع وجهة النظر هذه، أو هل هناك دلالات واضحة على هذا الموضوع؟ هذا صحيح، هناك صناعة سجون خاصة سجون ضخمة في الولايات المتحدة. لا تزال الحقوق الديمقراطية غير مقيدة من قبل أي شخص، لا ديمقراطيين ولا جمهوريين، ولا تزال هذه الممارسة مستمرة وهي مسيئة كما كانت دائما. أعود إليكم سيدة فيدراستون، وبالحديث عن موضوع السجون، هناك من يصف السجون الأمريكية بأنها الأكثر رعبا
حول العالم، هل تتفقين مع هذا الوصف؟ So I'm not an expert on that, and I know أنا لست خبيرا في هذا الأمر، وأعلم أن هناك الكثير من السجون الخطرة حول العالم، لذا لست متأكدا مما إذا كنت سأفعل ذلك. أعني أنني لست متأكدا من المكان الذي سنقع فيه في هذا العرق. صحيح، سجوننا عنيفة للغاية لأن هناك عنف العصابات في سجوننا، وغالبا ما يواجهون العنف من الحراس وكذلك من بعضهم البعض. وأنا أزعم أن السجن نفسه هو نوع من العنف الذي يبقي الناس محبوسين بشكل خاص لفترات طويلة من الزمن، كما نفعل بدون إمكانية الخروج أو إعادة التأهيل. فمن المؤكد أنه عنيف للغاية في حد ذاته. سيد دانيال لازارد، بعض المقالات في المواقع الأمريكية تتحدث عن أن شركتين خاصتين من الشركات التي تدير السجون الخاصة دفعت ما يقارب 35 مليون دولار منذ العام 1989 بهدف دعم جهات سياسية ولوبيات محددة في الهيكل السياسي للبلاد، وأنها على علاقة وثيقة مع السياسيين الذين تدعمهم. فهل لهذه الجهات التي يقدم لها الدعم دور في إدارة السجون الخاصة برأيك؟ بالطبع، أعني أولا أن السجون الخاصة هي نتيجة حملة الخصخصة التي حدثت في الثمانينات تحت رئاسة رونالد ريغان، وكان يعتقد في ذلك الوقت أن الخصخصة ستعالج كل شيء وتحل كل المشاكل. وانتشرت الحركة إلى السجون التي كانت مكتظة منذ أواخر السبعينيات نتيجة للحرب على التهرب للمخدرات. لذلك طلبت الحكومة من رواد الأعمال من القطاع الخاص بناء سجون من شأنها أن تكون مربحة نتيجة لذلك. لقد كان أداء الحكومات ورجال الأعمال في السجون جيدا جدا نظرا في بناء الدعم السياسي بين السياسيين ومن خلال الضغط عليهم في الإعلانات العامة وكسب الكثير من الأموال من بعض أفقر الناس، وأكثرهم يأسا في البلاد. وبلا شك في أن هذا السجن أنفق المجمع الصناعي الكثير من الأموال على الدعاية والضغط من أجل علاقات جيدة. إن التعاون مع السياسيين الأمريكيين لتوسيع انتشارهم سيشغل المزيد من السجون ويزيد من أرباحهم. نعم. سيدة ليزا فيدراستون، أعود إليك مرة أخرى. السجون الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه السجون، من هي الجهات التي تمتلكها ومن هي الجهات التي تدير هذه السجون بشكل عام؟ نعم، هناك جانب غير حضاري آخر من نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة، وهو أن لدينا عددا قليلا من السجون الخاصة، بعضها تديره شركات ربحية. وكما تعلمون يمكن أن تكون سيئة مثل سجوننا العامة، على الأقل هم مسؤولون أمام الحكومات. يمكن على الأقل مراقبة الحكومات المنتخبة ديمقراطيا وإصلاحها عندما يطالب الجمهور بعدم مساءلة السجون الخاصة بالطريقة نفسها، باستثناء المساهمين في تلك الشركات
فهم موجودون فقط لكسب المال، مما يؤدي في الواقع إلى تفاقم الضرر والإنسانية من السجن في المقام الأول، لأن هذه الشركات لديها العديد من الأسباب للتوفير في تعليم الرعاية الصحية حول أي من الخدمات المقدمة للسجناء لضمان سلامتهم الأولية أو إعادة تأهيلهم النهائي. لذا فإن السجون الخاصة هي بالتأكيد سيئة للغاية، ولا تزال معظم السجون في الولايات المتحدة مؤسسات دولة وليست المشكلة الرئيسية في نظامنا، لكن وجودها مقلق للغاية. نعم، أعود إليكم سيد دانيال لازارد، وهناك تقارير أيضا تتحدث عن أن السلطات الأمريكية تستفيد من السجناء بصفتهم قوة عاملة منخفضة التكلفة، وتستخدمهم في أماكن يعني يمكن الاستفادة منهم بمقابل مادي قليل مقارنة بالعامل الذي يعمل في مثل هذه المهن التي تعتبر شاقة، دون الحديث عن موضوع أنهم محكومون بالأعمال الشاقة. نحن نتحدث عن السجناء بشكل عام، كيف ترى أنت هذا الموضوع؟ نعم، هذا هو الطريق إلى الوراء، ولكن نعم تستخدم حكومة الولايات المتحدة العمل في السجون كشكل من أشكال العمل بالسخرة، حيث يتقاضون أجورا منخفضة للغاية ويعاملون مثل الخدم بعقود، ويجبرون على العمل ضد أنفسهم. إنها تضع القليل من المال في مواقف خطيرة في كثير من الأحيان، وبالتالي فهي جزء من أعمال خصخصة مجمع السجون الأمريكية. ويذكر أن أمريكا فيها 2 مليون شخص خلف القضبان، أكبر عدد من السجناء في العالم، وهذا مهم جدا. والقوى العاملة الأسيرة ذات قيمة كبيرة. ما هي طبقات المجتمع التي ينتمي إليها معظم السجناء في الولايات المتحدة؟ وطبعا هم من أفقر طبقات المجتمع الأمريكي الذين يذهبون إلى السجن. أرجو منك سيد دانيال لازارد وكذلك من السيدة ليزا فيدراستون أن تبقيا معنا في هذا البرنامج. من جديد أهلا بكم في برنامجنا لهذا الأسبوع من كل الحكاية، ونرحب بضيفينا من الولايات المتحدة الأمريكية من نيويورك، الأستاذة الجامعية والكاتبة والمحللة السياسية السيدة ليزا فيدراستون، وكذلك من نيويورك أيضا السيد دانيال لازارد الكاتب والمنظر والمحلل السياسي الأمريكي. أهلا بكم مرة أخرى سيدة فيدراستون. أتحدث عن الحالة المزرية والوضع الذي تشهده السجون في أمريكا، هل ترتبط هذه الحالة بالحالة السياسية في البلاد وبالنظام السياسي وما يواجهه من أزمات في هذه الفترة؟ I do see a connection between the political our political system and the state of prison. أرى ارتباطا بين النظام السياسي وحالة السجون. أعتقد أن لدينا نظاما سياسيا تم إنشاؤه لتجاهل احتياجات أفقر الناس في بلدنا ومعالجة عدد كبير من الناس. إذا لم يتمكنوا من العمل وتحقيق ربح للشركات، فسيتم اعتبار السكان مستهلكين. لذلك نعم، أرى الصلة تماما، وأعتقد أن النظام السياسي الأكثر إنسانية سيركز على الإمكانات البشرية، كما كان الحال عندما كان لدينا نظام اشتراكي ديمقراطي.
نحن نعرف كيف نساعد الناس على تغيير حياتهم. أنت تعرف كيف يمكننا مساعدة الناس ليكونوا أعضاء كاملين في المجتمع وليس فقط معاقبة وحريات الناس. نعم. سيد دانيال لازار، من أي طبقة في المجتمع الأمريكي تتشكل أكبر نسبة من السجناء؟ وما دلالات هذا الموضوع وفقا لمعلوماتكم؟ حسنا، إنهم من أفقر شرائح المجتمع الأمريكي، الأشخاص الذين يذهبون إلى السجن أو الأشخاص الفقراء الذين لا يستطيعون شراء سلعا جيدة، وأنت تعرف خيارات أخرى. لذا فإن أولئك الذين يدخلون السجن هم من هم لأنهم أكثر ضعفا من الناحية الاقتصادية. يحدث هذا كثيرا، ومرة أخرى هذا هو السبب في أن الطبقة الوسطى في أمريكا لا تذهب إلى السجن، على الأقل ليس بالمعدلات التي يمكن مقارنتها بشكل كبير. الفقراء لأنهم لا يستطيعون الشراء بطريقتهم، ويحدث مرارا وتكرارا في أمريكا أن المال هو القوة، وإذا كان لديك المال يمكنك إقناع السلطات بفعل ما تريد، وأحد هذه الأشياء هو إبقاء ابنتك أو ابنك خارج السجن. وحسنا، أعني أنت تعلم أن المحامين يؤثرون جدا في أمريكا. هناك عدد كبير من المحامين في أمريكا، أكثر من أي دولة أخرى مماثلة، والمحامون بارعون جدا في تشويه القانون لصالح موكليهم، وهكذا عندما يكون المحامون معهم يتعاونون. عندما يقوم رواد أعمال السجن بتوظيف محامين لتعزيز مصالحهم التجارية، فإن هؤلاء المحامين يكونون ممتازين في إقناع السياسيين بالقيام بعروضهم وإقناعهم بكتابة قوانين مؤاتية لمجمع السجن الصناعي. إقناعهم بمعاملة موكليهم بشكل جيد للغاية طريقة سخية لإلقاء الأعمال عليهم. نعم، لذلك عندما تشتري المواهب القانونية، عندما يكون لديك المال، فهذا يعني أن الحكومة ستفعل ما تريد. سيدة ليزا فيدراستون، ما هو دور اللوبيات وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في إدارة السجون الخاصة؟ كيف يمكن فهم دورهم في هذا العمل؟ يعني طبعا جماعات الضغط في السجون الخاصة تتجمع معا للعنف. أنت تعلم أن العقوبات السياسية القاسية والتوسع في السجون يلعبان دورا، ولكن هناك أنواع أخرى من الجماعات، من جماعات الضغط التي تعتبر مهمة في الحفاظ على نظام اتحادات السجون ونقابات الشرطة، وأيضا مجموعة من المصالح اليمينية فيها في عقوبات قاسية. إنفاق الموارد على المشكلات الاجتماعية، أعتقد أننا نرى مجموعة واسعة من الاهتمامات تلعب هنا، لكن صناعة السجون الخاصة هي بالتأكيد واحدة. سيد دانيال لازارد، الكثير من المراهقين يتم إلقاء القبض عليهم بسبب، يعني وفقا لبعض المقالات وبعض الناشطين يتحدثون عن أنه في حالات من الممكن أن يتم فيها التغاضي عن الجرم بين قوسين الذي ارتكبه المراهق، ولكن لأنه لا يشكل تهديدا حقيقيا على الأفراد أو على المجتمع، ولكن في كل الأحوال يتم اعتقاله وأخذه إلى السجون الخاصة.
لماذا هذا الموضوع يحدث برأيك؟ Because teenagers are poor. لأن المراهقين فقراء. هذا يعني أن المراهقين في أمريكا لديهم جزء كبير منهم في حالة فقر، وبالتالي فهم معرضون جدا لنظام العدالة المصمم لمعاقبة الفقراء. وبالطبع المشكلة الأساسية هي المخدرات والحرب. بدأت حرب المخدرات في عام 1971 منذ أكثر من نصف قرن. لقد كان جهدا متعمدا، لأنه بدأ من قبل ريتشارد نيكسون، وكان جهدا متعمدا من جانب أحد مساعديه، كما وصفه أحد مساعديه، وهو جهد متعمد يعاقب الفقراء. النشطاء على مستوى القاعدة الذين عرضوا الحرب في فيتنام والمساعدات الأخرى، كان اسم هذه المساعدة هو جون إيرليش. المساعد كان جون إيرليش. بعد سنوات قليلة من تركه منصبه قال إنه من خلال إقناع الناس بربط السود بالماريجوانا والهيروين تم تجريمهما بشدة. يمكننا تعطيل هذه المجتمعات، ويمكننا اعتقال قادتهم ومداهمة منازلهم وتعطيل اجتماعاتهم وتشويه سمعاتهم ليلة بعد ليلة في نشرة الأخبار المسائية. هل تعلم أننا كنا نكذب؟ المخدرات بالطبع كنا كذلك، وهذا ما قصده جون إيرليش بالمساهمات العظيمة لريتشارد نيكسون. لذلك كان هدف هذه الحركة الجماهيرية هو حبس المزيد والمزيد من النشطاء المناهضين للحرب والأقليات العرقية. أنا لا أتفق مع هذا إطلاقا. في الحقيقة أعني أن السجون الأمريكية خطيرة للغاية، لكن السجون أسوأ منها في البلدان الأخرى، ولا شك في الأرجنتين والبرازيل والفلبين وما إلى ذلك. السجون الأمريكية ليست خطرة بالمعايير العالمية، وهي بلا شك خطرة بمعايير الدول الصناعية المتقدمة الأخرى، لكنها ليست خطرة بمعايير أوسع. سيدة ليزا فيدراستون، في سؤالنا الأخير لكم في حلقة اليوم، برأيك هل تحول موضوع السجون الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استثمار مربح وتجارة مربحة لدى بعض الجهات في أمريكا؟ لأكون صادقا، لا أعتقد أن السجن مربح إلى هذا الحد. أعتقد أن أحد الأشياء التي وجدتها الشركات هو أنه من الصعب حقا تحقيق ربح في السجن. كما تعلمون أنه ليس كذلك، ليس الأمر سهلا كما أعتقد. السجون باهظة الثمن حقا في إدارتها وصيانتها، لكنهم ما زالوا يحاولون وما زالوا يحاولون بجد، لأن الرأسمالية الأمريكية تشجع الناس على تحقيق أي شيء مربح بغض النظر عن كونه غير إنساني أو غير عملي. إلى حد ما يوفر نزلاء السجون عمالة رخيصة لبعض الصناعات، وهذا بالتأكيد مستمر. هناك بالتأكيد تقارير عن سوء المعاملة في هذا النظام، لأنه من الواضح أن نزلاء السجن يتعرضون للإساءة بسهولة. مطلق الحرية في الموافقة على العمل أو رفضه، ولذا فأنت تعلم أنه شكل من أشكال العمل من غير إنسانية، وبالتأكيد استخدام السجناء للعمل في شركات ربحية. لكن يمكنني القول أن معظم الشركات وجدت أن العمل في السجن ليس مربحا، أنه من الأسهل بكثير استخدام العمالة المجانية
لأن الأشخاص الذين تعرفهم هم عموم السكان العماليين بشكل عام أكثر مهارة ولديهم مشاكل انضباطية أقل للتعامل معهم. لقد وجدت الكثير من الشركات أنه لا يستحق الأمر حقا استخدام العمالة في السجن، ولكن مرة أخرى مثل السجون الخاصة على الرغم من أنها لا تحقق ربحا حقا، هناك دائما حافز في الرأسمالية مفاده أنه إذا كان هناك حل واستراتيجية للحصول على عمالة مجانية من العمال للحصول على عمالة رخيصة جدا من العمال، فسوف يستمرون في المحاولة وفي هذا العمل. نعم، سؤالنا الأخير أيضا لكم سيد دانيال لازار، هل لدى الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الجمهوري والديمقراطي وجهات نظر وأساليب مختلفة في إدارة السجون؟ نعم، أعتقد أن الديمقراطيين قد يكونون أكثر إنسانية كما أؤكد في تعاملهم مع السجون والسجناء، لكن كل من الديمقراطيين والجمهوريين حاولوا التفوق على بعضهم البعض عندما يتعلق الأمر بزيادة العقوبات الجنائية السجون. أما بالنسبة للفقراء فلا شك في أن جو بايدن ألف واحد أو ألف مرة من أصعب مشاريع قوانين مكافحة الجريمة في التاريخ الأمريكي في التسعينيات، لقد تم تنظيمهم بطريقة أدت إلى إرسال عدد كبير من الفقراء والأقليات العرقية إلى السجن. نعم، أصبحت أمريكا بلدا غير ديمقراطي بشكل متزايد، بل إنه في الواقع موضع تساؤل حول ما إذا كانت لا تزال ديمقراطية، وانعدام الديمقراطية يعني أنها ستكون سيئة جدا للأشخاص الأكثر ضعفا. يعالج هذا ما تعامله الدول غير الديمقراطية مع مواطنيها بشكل أسوأ، وهذا ما تفعله أمريكا، وقد وضعت ملايين الأشخاص في السجن بدون سبب وجيه. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي السيد دانيال لازار، كنت معنا من ولاية نيويورك، وكذلك من نيويورك نشكر الباحثة والأستاذة الجامعية السيدة ليزا فيدرستون. نشكركم ضيفينا على المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج كل الحكاية. ننتقل الآن مشاهدينا الأعزاء إلى فقرة العالم الافتراضي وكيف يتم التعامل في هذا العالم الافتراضي مع موضوع حلقتنا السجون والسجون الخاصة في أمريكا. ننتقل إلى هذه الفقرة مع السيدة شبيب، نتابع معها. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى كل الحكاية وفي فقرة مواقع التواصل الاجتماعي. وفقاً للإحصاءات والاستطلاعات التي أجريت داخل وخارج الولايات المتحدة، فإن هذا البلد لديه أكبر عدد من السجون والسجناء في العالم، ويختلف عدد السجناء المرتفع في الولايات المتحدة بشكل كبير عن دول أخرى في العالم. في هذا البرنامج مشاهدينا نعتزم دراسة موضوع السجون والسجناء الأمريكيين وانعكاسها على شبكات التواصل الاجتماعي. كتبت منظمة سياسة السجون في حسابها على تويتر منتقدة سياسة الولايات المتحدة في مجال إدارة السجون ومعاملة السجناء. أمريكا تضم أكثر من 30% من سجنات العالم، بينما تعيش 4% فقط من نساء العالم في أمريكا. كما علقت مجموعة العدالة من أجل النساء على حالة السجون الأمريكية عبر حسابها على تويتر، كتبت: في الواقع هذا ليس صحيحاً، يموت الناس يومياً في السجون الأمريكية بسبب ظروف السجن القاسية واللا إنسانية، الطعام غير اللائق الذي يخلو من أي مغذيات بالإضافة إلى العنف.
ورداً على حالة السجون في أمريكا، كتبت صحيفة الأخبار الحقيقية The Real News عبر حسابها في تويتر: مجتمعنا هو الشعب الأكثر عنفاً بين شعوب العالم الصناعي، على ما يبدو أن أياً من الأشياء التي نقوم بها ابتداءً من إدارة أكبر نظام سجون في العالم إلى عسكرة شرطتنا، كل تلك لا يمكنها مساعدتنا. نائب صادق أميري، محامي إيراني أمريكي مقيم في فلوريدا، نشر صوراً من داخل السجون الأمريكية وغرد قائلاً: السلوك اللا إنساني والعنف المفرط في السجون الأمريكية هو السبب الرئيسي لارتفاع معدل الانتحار بين السجناء الأمريكيين. وفي رده على العنف المتزايد في السجون الأمريكية، كتب ناشط اجتماعي أمريكي آخر عبر حسابه في تويتر: فولر، إن نمط الوحشية ضد نزلاء السجن على جميع مستويات نظام السجون في ولاية نيويورك معروف جيداً وقديم العهد. ماريانا جابيراس، إحدى النشيطات الاجتماعيات في أمريكا، تتحدث لجمهورها عبر تغريداتها عن كتاب سوليتاري أو عزلة، وهو كتاب مذكرات ألبرت وود فوكس، حيث يصف فيه وحشية نظام السجون في أمريكا والحبس الانفرادي والعنف والتعذيب في هذا البلد. إذن مشاهدينا، كانت هذه بعض النماذج من تغريدات حول هذا الموضوع. نلتقي بكم الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى ختام حلقة أخرى وحكاية أخرى في برنامجنا كل الحكاية، على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع موضوع آخر نتناوله في برنامجنا هذا مع ضيوفنا من الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى ذلك الحين، دمتم بأمان الله وحفظه، ومع السلامة.